تعالوا بقى ندخل في الكورة وأقول لكم شوية بهاريس ما بتتقالش في الإعلام، أقول لكم شوية أسرار ما بتتقالش في الإعلام. تعال أقول لك إن الأهلي اللي بيقول لك أنا عاوز كهربا، وكولر اللي هم بيطلعوا إن هو عاوز كهربا عشان خاطر يهدوا كهربا بس مش أكتر ولا أقل، والأهلي ليس في حاجة إلى كهربا، والأهلي مش عاوز كهربا، والأهلي بيفكر إزاي يتخلص من كهربا قبل ما يفكر هيدفع الغرامة إزاي. طب الكلام ده ليه دليل؟ ايوه ليه دليل، انا مش هجيلك واقول لك كلام بدون دليل. انا هقول لك ان الاهلي بيتفاوض حاليا مع زيكو لاعب حرس الحدود اللي انضم مؤخرا لمنتخب مصر، وزيكو بيلعب هاف ليفت مكان كهربا. تعالى كمان اديك ازيدك من الشعر بيت واقول لك ان الاهلي بيتفاوض ايضا حاليا مع احمد رفعت، مع احمد رفعت اللي بيلعب في الامارات اللي معار بنية البيع من فيوتشر، وبيحاول يتكلم مع احمد رفعت، والاتنين رفعت وزيكو في نفس مكان كهربا. فلو انت عاوز كهربا ما تروحش تتفاوض مع زيكو وما تروحش تتفاوض مع احمد رفعت. فالكلام ده معناه ان كهربا بيتم الترتيب للاطاحة بيه، وانه يبطل كورة. هل بقى كهربا هيعملها؟ هل كهربا هيشرب بريل ويعملها وياخد حقه وحق نادي الزمالك وحق الاسماعيلي والمصري وكل الانديه اللي اتظلمت وبيراميدز وحق كل الانديه دي، ولا مش هيعملها بالكهارب؟ ولكن انا زي ما بقول لك الاهلي بيفوض زيكو واحمد رفعت عشان يكونوا بدلاء لكهربا. هل كده وبس؟ لا حضرتك، ده الاهلي بيتفاوض حاليا مع محمد رضا بوبو. ايه ده؟ مش نادي فيوتشر قال يا اما ادي رضا بوبو للاهلي او عمر كمال للزمالك يا اما مش ادي الاثنين؟ ما هو فيوتشر ده نادي غدار ملوش كلمه حضرتك. ما انت لو ترجع للماضي تلاقي ان الزمالك قال لفيوتشر خلي عندك عمر كمال بعد اذنك سنه عشان انا موقوف للقيد، وبعد كده هرجع اخده بعد السنه، ويا سيدي مضي 3 سنين، ولكن في اول سنه اللعيب له الحق تماما انه يفسخ التعاقد ويروح للزمالك بس. وبعد القصه دي ما اتفقوا عليها وكتبوها في عقد، جه نادي فيوتشر غسل دماغ عمر كمال عبد الواحد، وعمر كمال ما فعلش الانتقال بتاعه واصبح لاعبا بشكل دائم في فيوتشر. ففيوتشر زي ما انت بتروح لحد تقول له خلي ده معاك يقوم يطمع فيه ويقول لك مالكش فيه ومالكش عندي حاجه. فيوتشر بالفعل اخد عمر كمال عبد الواحد ونصب على نادي الزمالك. حلو حلو، جه نادي الزمالك عاوز عمر كمال والاهلي عاوز بوبو الزملكاوي، محمد رضا بوبو الزملكاوي. ففيوتشر قال مش هدي لعمر كمال للزمالك ولا هدي بوبو للاهلي، وده كان تسكين وتخدير لنادي الزمالك عشان نيجي في شهر واحد الاهلي بيتفاوض حاليا مع محمد رضا بوبو وعاوز رضا بوبو. في انباء شبه مؤكده بتقول ان فيوتشر هيوافق على عقد الاهلي محمد رضا بوبو وياخد لعيبه اعارات وفلوس من النادي الاهلي. طب كده فيوتشر غدر بنادي الزمالك، وفيوتشر المفروض هتدي بوبو للاهلي، ادي الزمالك عمر كمال عبد الواحد زي ما انت قلت لو انت عندك كلمه كنادي، انما انت كنادي ما عندكش كلمه وبتخطف اللعيبه. ادي فيوتشر وادي الاهلي وادي الغدر اللي بيحصل بعد ما الزمالك اتثبت ونام في فتره الانتقالات الصيفيه، جايين عاوزين يغدروا بالزمالك ويدوا بوبو للاهلي وعمر كمال ما يجيش نادي الزمالك. وانا كزملكاوي اصلا اقسم بالله ما عاوز عمر كمال ولا احب انه يلعب في نادي الزمالك، لان ده شرف كبير قوي لعمر كمال، هيبقى كبير قوي على عمر انه ينول هذا الشرف. تعال بقى اقول لك حاجه تاني، هم ليه عاوزين بوبو وليه هيجروا دلوقتي؟ انا جاي لك على مروان عطيه. هم عاوزين بوبو لان عمرو السوليه خلاص كبر، دخل على ال 34 سنه، وديانج عاوز يحترف، وديانج مش ساكت، ومفيش الا حمدي فتحي واكرم توفيق بيلعب في اليمين، فهم ما عندهمش حد الحته دي، هينكشفوا في المباريات القادمة لأن عمرو السولية مش بيقدم أفضل مستوى ليه الفترة دي. فهم عاوزين يدعموا يا بوبو يا بمين؟ يا بمروان عطية اللي هم عرضوا على الاتحاد السكندري عمار حمدي ومحمد محمود في مقابل انهم ياخدوا مروان عطية من الاتحاد السكندري. ولكن الاستاذ محمد مصلحي الراجل عنده كلمة واحدة وطلع اعلنها قدام الرأي العام وقال مروان عطية مش للبيع، ولو هيتباع هيروح لنادي الزمالك فقط، وده الاتفاق اللي قاله الاستاذ محمد مصلحي. فالاهلي بيحاول يبوظ صفقة مروان عطية على نادي الزمالك، وانا طالبت قبل كده ان نادي الزمالك يحاول يبوظ صفقة زيكو
على الاهلي ونادي الزمالك يدخل مع حرس الحدود ونادي الزمالك ايضا يدخل في احمد رفعت اذا كان الاهلي بيفاوضه، او لو الزمالك اتاكد يدخل في احمد رفعت برضه يبوظ الصفقه عليه زي ما النادي الاهلي بيعمل. اعمل يا زمالك العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. من المعروف ان احمد فتحي طلع من يومين، عرفنا ان بيراميدز لن يجدد تعاقده مع احمد فتحي. احمد فتحي ما راحش خبط على الاهلي ولا راح قال للاهلي والنبي انا عاوز العب عندك ولا فتح بقه، لان في مكان احمد فتحي حط نفسك مكانه، في كريم فؤاد وفي اكرم توفيق وفي هيبقى عمار حمدي اليومين الجايين، فاحمد فتحي ما راحش فتح الباب ولا خبط على الاهلي. هم بقى طالعين بيكسبوا بونت على الجمهور وبيكدبوا كعادتهم وبيقول لك باب الاهلي مغلق في وجه احمد فتحي. طب هل احمد فتحي طلب مغلق ده لما اروح اخبط الباب واعرف انه مغلق؟ انما انا اصلا ما هوبتش ناحيه الباب، فانا هعرف انه مغلق ولا مفتوح منين؟ ما تبطلوا كدب بقى، ما تبطلوا بقى تاكلوا عيش على قفا الواد. احمد فتحي ولا راح قال عايز العب للاهلي، احمد فتحي خلاص كبر في السن عدى 36 سنه، واحمد فتحي خلاص مش بيفكر اعتقد يا اما بقى يلعب في نادي بقى زي فاركو زي فيوتشر زي سموحه، ولكن احمد فتحي هو عارف انه مش هيلعب لا في اهلي ولا في زمالك حكم السن وحكم اللياقه وحكم المستوى، فما تاخدوش بطولات زائفه. قال الباب مغلق في وجه احمد فتحي، قال احمد فتحي راح خبط ولقى الباب مغلق، ولا احمد فتحي راح خبط ولا هيخبط، ولا احمد فتحي عارف. احمد فتحي عمل فلوس قد اللي كان هيعملها في الاهلي مليون مره، بطلوا كدب على جماهيركم. تعال اقول لك ان كولر اجل التفاوض او بيطالب الاهلي بتاجيل التفاوض مع اتنين لعيبه، حسين الشحات ورامي ربيعه. الكلام ده انت مش هتسمعه في حته تاني لان محدش بيفضح الكلام ده ولا بيتكلم على الاهلي غير العبد لله وشويه ناس كده بسطاء، ولكن مش بسطاء في القيمه، لا بسطاء يعني عددهم قليل يعني ده قصدي. ولكن اقول لك ان كولر رفض تجديد عقد حسين الشحات ورامي ربيعه داخل النادي الاهلي، ده لو كان خبر في نادي الزمالك اقسم بالله لكانت كل المواقع والصحف والتلفزيونات طلعت اتكلمت فيه، ولكن محدش هيقدر يفتح بقه. برضو عاوز اقول لك ان الاهلي بيؤخر صرف المستحقات للعيبه بسبب الازمه الماليه القويه التي تضرب النادي حاليا، ولكنها ستفرق قريبا بفضل اموال الرعايه. ده الكلام اللي قاله الكابتن مجدي عبد الغني، ان في ازمه ماليه قويه في النادي الاهلي ومفيش دفع مستحقات اللعيبه للنادي الاهلي. محدش برضو بيتكلم ولا حد بيفتح بقه في الاعلام ولا حد يجرؤ انه يجيب السيره دي. وبعدين صحيح هو مش الاهلي ست فروع، مش الاهلي يعني ست فروع يعني ايه؟ يعني اشتراكات قد الزمالك ست مرات. طب هو الاهلي عنده ازمه ماليه ليه؟ مش عنده ست فروع، هو مش بياخد اكبر رقم رعايه؟ ازاي الاهلي عنده ازمه ماليه يا جدعان؟ يا جدعان ما تريحوني بقى، يا جدعان ريحوني. ازاي ست فروع؟ يعني لو الزمالك هيدخل له جنيه من الفرع الواحد بتاعه فالاهلي هيدخل له 6 جنيه. ازاي؟ الزمالك بياخد خمس عقد الرعايه والاهلي بياخد قد الزمالك خمس مرات، وتلاقي برضو الاهلي فيه ازمه ماليه، وتلاقي الاهلي بيعمل قرض ب 300 مليون جنيه والزمالك لا. ده الزمالك حتى محجوز على الارصده بتاعته واللعيبه خدت مقدمات التعاقد بتاعتها. لا الموضوع مش طبيعي، الموضوع مش طبيعي. ازاي نادي محجوز عليه وازاي اللعيبه بتاخد مقدمات العقود بتاعتها وازاي نادي عنده ست فروع واكبر عقد رعايه وفي نفس الوقت عنده ازمه ماليه وبيعمل قرض ب 300 مليون جنيه؟ انا مش عارف. اتمنى ان حضراتكم تجيبوا على هذا الاستفسار. عجبني جدا سامي الشتيني ان هو عاوز يشتغل، عاوز ياكل عيش. سامي الشتيني اول ما رجع المستشار مرتضى منصور كان كارتيرون موجود، المستشار اتكلم مع سامي الشتيني قال له تعالى تكون مساعد او المدرب العام مع كارتيرون. سامي الشتيني رفض. رفض ليه؟ عشان بيحلل في اون تايم اهلي. طيب سامي الشيشيني من يومين، وطبعا الكابتن اسامه نبيه جه والكابتن اسامه نبيه افضل بمراحل يعني من سامي الشيشيني. سامي الشيشيني من يومين بيجامل طبعا في النادي الاهلي، بيقول لك ايه؟ بيقول لك حمدي فتحي هو افضل لاعب وسط في مصر. هو طبعا الكابتن سامي الشيشيني عارف من اين تؤكل الكتف، وعرف ان اللي يجامل في الاهلي على التلفزيون وخاصه على قناه اون تايم شوبير او اون تايم اهلي هو كده بيحط اوراق اعتماده قدام الكابتن شوبير وبيدين له بالولاء والطاعه وبيقول له هاي هي
عشان خاطر يفضل مكمل سامي الشيشيني، يفضل ياخد المرتب اللي بياخده، يفضل لابس البدله اللي لابسها، يفضل قاعد في التكييف اللي هو قاعد فيه، ونادي الزمالك ده اللي عمله وعمل اسمه، مالوش لازمه سامي الشيشيني. يقول لك حمدي فتحي افضل وسط في مصر، وحمدي فتحي اللي بيجي بعد الدقيقه 50 وبيبقى عاوز جهاز اكسجين وتنفس صناعي عشان يقدر يجري ويقدر يكمل. ادي الكابتن سامي الشيشيني، ادي رموز نادي الزمالك اللي بيقدموا اوراق اعتمادهم لاحمد شوبير وقناه اون تايم اهلي عشان خاطر يشتغلوا وياخدوا مئات الالوف من هذا العمل، ولكن على حساب ناديهم نادي الزمالك. عاوز اقول لك ان الزمالك في كلام ان الزمالك بيفاوض جريندو لاعب المصري المهاجم، ولكن لعيب عنده 31 سنه. اعتقد جريندو الخبر ده مش صحيح. لما انا سالت عليه الخبر الصحيح ان الزمالك ممكن هيفتح الفتره اللي جايه التفاوض مع ناصر منسي لاعب البنك الاهلي، وايضا مع لاعب افريقي، ايهما اقرب وايهما سيوافق عليه البروفيسور فيريرا. ده بالنسبه للمهاجم، يا ناصر منسي يا مهاجم افريقي. عاوز اقول لك ان الونش سافر لانجلترا عشان يعمل العمليه الجراحيه. ربنا يا رب يرجعه بالسلامه. الونش احد افضل مدافعين في القاره الافريقيه وافضل مدافع في مصر، ولكن كان خبر بتاعه خبر حزين، ولكن رب ضرة نافعة. ده نصيبك يا وينش، ويمكن عشان تريح يعني بدنيا شوية، حتى لان انت قعدت 3 مواسم ورا بعض منتخب مصر زمالك منتخب مصر زمالك، فانت حتى يا سيدي اعتبرها على سبيل الراحة. هيغيب الوينش من 4 ل6 شهور. نتمنى له انه يرجع بالسلامة بإذن الله تعالى. وصلنا للنهاية، واكيد مش هتنسى انك تدعمنا بلايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. اشوفكم على خير ان شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم. مع الف سلامة.